جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول هذه المستمعة: لقد قمت بيمين النذر 3 مرات ولكن كانت متباعدة حسب وقائع معينة ولم أوفي بهذا النذر، أفتوني كيف أكفر عن نذري جزاكم الله خيرا. أولا، النذر غير مرغب فيه، فإن الإنسان يفعل الخير بدون نذر، وموسع له في ذلك، والباب مفتوح لمن يريد الخير بدون نذر. لكن إذا نذر نذر طاعة فإنه يجب عليه تنفيذه والقيام به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. والسائل لم يذكر، أو السائلة لم يذكر في سؤاله أو تذكر نوعية هذا النذر، تقول إنه يمين نذر، ولا ندري ما معنى هذه اليمين وكيف حصلت، هل هو نذر معلق أو نذر منجز، لا ندري ما طبيعة هذا النذر. وعلى العموم فالوفاء بالنذر بعد انعقاده إذا كان نذر طاعة فإنه يجب الوفاء به. نعم.